فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول الشيخ: أرجو من الشيخ أن يحدثنا عن بيان فضل التوحيد والإخلاص مأجورين. فضل التوحيد فضل عظيم، وأن الله ينجي الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا ينجيه من النار ويدخله الجنة، فالتوحيد فضله عظيم، ويكفر الله به ذنوبه وسيئاته، كما في الحديث أن الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد يكفر الله به الذنوب والسيئات وإن كانت مثل زبد البحر. نعم.